مشاهدي سبورة تي في، حلقة جديدة عم نطل فيها معكم من برنامجنا سيف زون. رح نتناول فيه أهم المواضيع الأسرية اللي تخص الأسرة والأطفال بشكل خاص، وأيضا كمان اللي حل المشاكل الموجودة عندن. حديثنا لليوم رح يكون عن الاضطرابات السلوكية والنمائية للأطفال. رح نحكي فيه عن عدة نقاط، إيش هي آلية اكتساب المهارات عند الطفل، مراحل نموه، وأيضا عن المعوقات اللي عم تكون موجودة أثناء اكتساب الطفل هاي المهارات، ونقاط أخرى أكيد رح نحكيها مع المهندسة فاتن فرج. أهلا وسهلا فاتن عبر شاشة سبورة تي في بالحلقة الثانية من برنامجنا المساحة الآمنة. مثل ما ذكرتوا بالبداية رح نحكي فيه عن الاضطرابات السلوكية والنمائية للأطفال. أهلا وسهلا فيك سبرسا، شكرا على الاستضافة الجميلة كمان مرة، مبسوطة كتير أنه أنا معك بالحلقة الثانية. أكيد نحن كمان سعيدين لوجودك معنا. فاتن، رح يكون عندنا كمان بعض الاستطلاعات والآراء حول هذا الموضوع، موضوع الاضطرابات السلوكية والنمائية للأطفال. مشاهدي سبورة تي في رح نشوف بعض المختلف الآراء والاستطلاعات اللي أخذناها من الأهالي. اليوم بدنا نحكي على سلوك الطفل. نحن عنا بالمدرسة أطفال في عندن فرط نشاط وفي عنا أطفال هادئين. الطفل اللي عنده فرط نشاط يكون سلوكه شوي متغير عن الطفل الثاني، مثلا حرك زيادة، عنده تصرفات يزعج الأنسة بالصف، يزعج رفقاته بالصف، عم يتنبه طبعا هذا الطفل. ونحن دايما نكون مع تواصل مع الأهل بصورة ابنن. طبعا للأم دور كبير في تنمية مهارات التلميذ أو الطفل كان في المدرسة أو في البيت. طبعا دايما على طول لازم تشجعه تحفزه، مثلا في حال الطفل أو الولد قال أنا ما بعرف، قال لازم تقول له أنت تعرف، لا أنت عندك كمان قدرات كتير كبيرة، أنت تعرف يا ابني، تشجعه تحفزه لهالشي. وطبعا دايما الام لازم ما تقارن ابدا بينه او بين ولد اخر في قدراته، لا ابدا ما تعمل مقارنه هالشيء، لان هالشيء يضغط على الولد ويكسره، او ابدا ما تستخدم كلمات جارحه او هيك، لانه الولد عم يخزن في ذهنه وذاكرته انا ما بعرف، او انا اي كلمات ابدا ما تستخدم. بالعكس على طول لازم تشجعه وتعطيه دافع معنوي للسير قدما حتى يتطور ويتطور بهالمهارات ويصير أفضل وإنسان ناجح في المجتمع. احنا هركيك متعاملين عملنا عيمه، كحوزنا كلنا عيمه، كتله طبيعه يو، كل حكله مثلا كيتو اضطرابات بناعمه اللغويه، كيتو جسديه، جسديه مثلا قوسه كوي ضعف نظريو، كوي خلل مثلا قشمه، فقم انتبهينا احنا قم خبرينا اهالي على ميدانه، كيتو اضطرابات لفظيه، كيتو نقاوثة تأتأة بيشتغالية، كيتو مثلا نعمو لكحوزة، فهنو زي احنا زي كتلان دور بينتحوزينا امي دوناني بنعمو، فمخبرينا واهل توي تناسق بين ديدان دو اهل، فتش منموطينا الحل دموطي ونعمو النتيجة هي بعمرانه. لازم انتبهينا ان كان ايمو ببيته حتى احنا برا ودات زي لازم انتبهينا على ميدانه. بعد ما شفنا مختلف الآراء والاستطلاعات رح نكمل بحديثنا لليوم. شفنا كمان فاتن استطلاعات الأهالي وآراء حول هذا الموضوع، وبالبداية وبالمحور الأول رح نحكي عن آلية اكتساب الطفل لهذه المهارات ومراحل النمو. هل المهارات عنده عم تكون مكتسبة أم جينية؟ بداية سبرسا، المهارات يكتسب الطفل من الوسط المحيط، دائما يحاول يشوف حواليه يكتسبه ويترجمه بعقله ويفسره على شكل مظاهر سلوكية. لهيك كل المهارات عند الطفل هي مهارات تكتسب من الوسط المحيط. لكن أنا أوافقك بالشق الثاني، بالنسبة للموضوع الجيني هناك معوقات جينية تمام تعوق عملية اكتساب الطفل لهاي المهارات، ممكن تأثر على اكتساب الطفل للمهارات. مصدر اكتساب الطفل للمهارات هو الوسط المحيط، هو البيت. شوف احنا الأطفال يسمعوا الأهل ايش عم يعملوا، عفوا يسمعوا الأهل ايش عم يحكوا مثلا،
يشوفون ايش عم يتصرفوا ويتصرفوا مثلهم. اذا هن دائما يحاولوا يكتشفوا المحيط اول شيء، بعدين يقلدوا ويكتسبوا المهاره من الوسط. طبعا الطفل الطبيعي اللي عنده نمو طبيعي بفضل القدرات العقليه والنفسيه والسلوكيه يكتسب هاي المهارات ويتعلمها. بالنسبة لمراحل النمو، طبعا هناك أكثر من مرحلة النمو طبعا، ومثل ما قلنا في عنا مراحل الطفولة، ذكرنا مراحل الطفولة المبكرة والمتوسطة ومراحل الطفولة المتأخرة، بالنهاية سن المراهقة ومن ثم الرشد والبلوغ. تختلف آلية النمو عند الطفل من مرحلة إلى مرحلة، ممكن رح يتم الحديث عنها باستفاضة بغير حلقات، ولكن النمو الطفل هو نمو عقلي ذهني، نمو انفعالي عالي حسي حركي. لما نحن نحس أو لما الطفل نشتغل عليه وعلى المهارات أو نشتغل على الطفل من كل هالجوانب، نقول أنه نمو الطفل هو نمو طبيعي، لأنه الطفل ما عم ينمو على اتجاه أو منحة واحد، هو أكثر من محور أو أكثر من منحة ينمو الطفل من خلاله. نعم أكيد فاتن، كمان المهارات يلي ذكرناها والطفل شلون لازم يكتسب هالمهارات في دولة الأهل، إن كان الأم أو الأب، ويمكن الدور الأكبر يكون للأم لأنه هي اللي عم تقضي أغلب وقتها مع الطفل، شلون عم يكون دورها، وإذا هي ما كان إلها الدور المدرسة هي يلي تنمي هالمهارات، هي يلي تكتشفن. بالمرتبة الأولى الأهل سبرسا، لأنه مثل ما حكينا مسبقا المؤسسة الاجتماعية الأولى اللي الطفل ينتمي لها هي الأسرة. دور الأم، كون الأم علاقة الأم شوي نقدر نقول بقاء الأم مع الأطفال لفترة أطول زمنيا من الأب تدعم هذا الموضوع. التواصل والحوار، موضوع التواصل والحوار أنه أنا أحكي مع الطفل، أخذ وأعطي معه، أخليه هو يحكي إيش صار معه بالمدرسة، إيشني شغلات اللي تعلمها خلال اليوم، حتى لو أبسط الأمور أو أبسط وأصغر التفاصيل ممكن أنا أخذ وأعطي معه، أتناقش معه، لأنه الحوار هذا حتى ينمي قدراته العقلية ويعزز ثقته بنفسه. بالإضافة إيش الآلة اللي عم بتبعها على تربية الطفل؟ عم بخليه ساعات طويلة قدام التلفزيون، عم بخليه ساعات طويلة قدام الفيديو جيمز، عم بخليه ساعات طويلة مع الموبايل، هذا كله يأسرع لاكتساب الطفل للمعلومة، لأنه نحن كل ما كانت الأم مساعدة للطفل بالاكتساب، كل ما الطفل المهارات تبعه تنمت أكثر وتقوت أكثر واكتسب مهارات أكثر. يعني ممكن الأم تلعب مع الطفل مثلا على سبيل المثال، تتواصل مثل ما قلنا، في كثير أمور طبعا الأم أكيد تلعب الدور الأكبر لنمو الطفل على كافة الأصعدة أو لاكتساب المهارات. ذكرتي دور المدرسة، أكيد الطفل يتلقى ويكتسب من المدرسة المهارات، ولكن بدي أضرب هون مثال. إذا أنا عندي طفل عمره 6 سنين أو 7 سنين، تمام؟ الأهل ما اشتغلوا عليه بعمر 5 سنين أو بعمر 4 سنين على سبيل المثال، في عندي أنا مهارات لازم كان يتعلمها الطفل من عمر 0 لـ5 سنين ما عطته يا العائلة، ما قدمت له يا العائلة. فهون رح أرجع أعمل عمل رجعي، تمام؟ رح يصير إنه لازم الطفل اللي عمره 6 سنين يرجع يكتسب المهارات اللي أصلاً ما اكتسبها من عمر 0 لـ5 سنين، أكسبونه بعدين أعطيه مهارات جديدة. بهاي الحالة الطفل اللي يصير عمره 6 سنين أو 7 سنين ويكون في عنده فقر مسبق بالمهارات ما كل اكتسب من وسط المحيط، هون نحن بهاي الحالة طبعاً ويكون أثرت على سلوكه، بهاي الحالة نحن نلجأ للأخصائي النفسي أو الطبيب النفسي لحتى هو يقدر الحالة، يقدر مدى اكتساب الطفل للمهارات السابقة، ايش قد عندي ضعف وايش قد عندي قوة. نعم فاتن، فاتن كمان هلا رح نحكي عن نقطة كتير مهمة. عم نشوف بعض الأطفال أو تنقول لما يبلشوا يروحوا على المدرسة بعمر 6 سنوات 7 سنوات عم يبلشوا بتصرفات سلطوية أو تنقول ببعض الشتائم، هل الوسط المحيط له علاقة بهذا الشيء؟ وكمان دور الأهل إيش قد هو مهم ويلعب بهذا الموقف؟ تماماً نسبرسا، يعني حتى مو بس عمر 6 سنين و7 سنين و8 سنين، الطفل مثل ما قلنا من منشأه هو يبلش يقلد الوسط المحيط. أول وسط يشوفه الطفل هو الأسرة، رح يقلد الأم، الأب، الأخوة. إذا الأب يشتم ممكن الطفل يطلع عم يشتم، إذا الطفل عم يمارس سلطة أو عم يمارس الأبوة بطريقة سلطوية فالطفل طبيعي أنه يقلد هذا الطفل. لهيك دائما نحن نوعي بأنه كتير ضرورة الأسلوب اللي عم يتعاملوا فيه الأم والأب مع الطفل ضروري يكونوا حذرين، لأنه الطفل رأسا يلقط من الوسط المحيط.
المحيط، إن كان شيء سلبي أو إيجابي، فشيء طبيعي أكيد حسب تصرفات الأهل رح تنعكس، لأنه بالنهاية عقله رح ياخذ هاي المهارات أو رح ياخذ هاي التصرفات ويترجمها بدماغه، والترجمة هاي رح تطلع لي على شكل سلوك، فطبيعي جدا أنه الطفل يتصرف هاي التصرفات. أكيد مثل ما ذكرتي الأهل لهم دور، والمدرسة والوسط المحيط. أيضا فاتن بالنقطة الأولى أثناء الحديث عن آلية اكتساب الطفل للمهارات، ذكرتي أنه في معوقات اكتساب هاي المهارات، نقدر نعرف ايش هي المعوقات؟ تماما اكيد زبرسة، المعوقات كثيرة. النقطة الأولى والمحورية اللي هي بشكل أو بآخر الأهل لهم علاقة مباشرة فيها هي المعوق البيئي، بالإضافة لبعض الاضطرابات السلوكية والنمائية اللي رح نحكي عليها هلا. طبعا تطول القائمة بالاضطرابات السلوكية والنمائية، ولكن نحن رح نسلط الضوء على الأشياء، فينا نقول مثل اضطراب التواصل اللي هو اضطراب التوحد أو التأخر العقلي أو فرط الحركة أو فرط النشاط وضعف التركيز والانتباه. بالنسبة للمعوق البيئي، بالنسبة للمعوق البيئي نحن هون الطفل عنا هو طفل سليم، قدراته العقلية سليمة، قادر أنه يكتسب المهارات من وسط المحيط بكل أريحية، ولكن المشكلة هي تكمن بالوسط اللي هو موجود فيه. يعني الوسط اللي هو موجود فيه هو وسط فقير بالمعلومات، ما عم بيعطيه معلومات، ما في مصدر ياخذ الطفل منه المعلومات. ممكن يكون طفل وحيد لأهله على سبيل المثال، ما في عنده حدا يلعب معه، ما في حدا عنده بالبيت يشاركه اللعب، ممكن يكون الطفل الأول بالعائلة، ممكن في فقدان بلغة التواصل أو ضعف بلغة التواصل والحوار بين الأبوين، ونخص الأم لأنه الأقرب على الطفل، وبين الطفل ما في لغة حوار، ما في لغة تواصل، الأم ما عم تساعد الطفل من خلال الألعاب أنه هو يتقوى أو هو يكتسب مهارات، ما في عنده مصدر بيئي يقدر ياخذ. أغلبية الأوقات الطفل يكون على التلفزيون، ممكن يستعمل ألعاب الفيديو، الفيديو جيمز أو جهاز الموبايل اللي كتير شائع وهلا بالفترة الأخيرة. فنشوف أن الوسط اللي حوالي الطفل هو طفل فقير، هو مصدر فقير بالمعلومات، ما عم بيقدم للطفل المهارات اللي لازم هو يكتسبها، ما عم بيكون وسط محفز للطفل حتى يكتسب المهارات. بالتالي هون الطفل أكيد ما رح يكتسب المهارات ضمن هذا السن، تمام؟ إنما هو بالنسبة للقدرات العقلية تكون قدراته العقلية سليمة، قادر أن هو يستقبل المعلومات. من المفترض الأم مثلا تساعد الطفل من خلال اللعب على سبيل المثال، تعلموا الواجبات الاجتماعية أو نقدر نقول المهارات الاجتماعية بتعبير أصح، شلون يأكل، شلون يسلم على العالم إلى آخره من المهارات. في كتير أساليب وكتير مهارات من المفترض الأم هي تكون مصدر الطفل بهذا المجال أو بهذا العمر، وما عم تعطيوني، فرح يصير في عنا هون فقر بالمصدر اللي رح يعطي أو يكسب الطفل المهارات. نعم فاتن، أكيد بالإضافة للمعوق البيئي ذكرنا أنه في عنا اضطرابات، ولكن رح نتابع فين بالمحور الثاني بعد ما نرجع من البريك. مشاهدي سوبر تي في، رجعنا من بعد البريك لنكمل بالمحور الثاني من حلقتنا لليوم. فاتن، بالمحور الأول حكينا عن المعوقات اللي هن المعوق البيئي، هلا رح نحكي عن ثاني معوقات أو النقطة الثانية اللي هي الاضطرابات العقلية، ونخص بالذكر عفوا التأخر العقلي. إيش هو التأخر العقلي وشلون يتم الكشف عنه؟ بالنسبة للمعوق الأول اللي احنا حكينا عليه وهو المعوق البيئي، الطفل تكون قدراته العقلية سليمة، قادر أنه يكتسب المهارات من الوسط المحيط، لكن المصدر غير معزز، المصدر فقير بالمعلومات. لكن بالنسبة للتأخر العقلي اللي هو أحد الاضطرابات العقلية، التأخر العقلي هو في مشكلة عند الطفل في استقبال المعلومة، في استقبال وترجمة المعلومة، هو في مشكلة إنه يفهم إيش عم نحكي، مشكلة إنه هو يترجم شو اللي عم نحكيه وعلى أساس سلوك. طبعاً ممكن الكشف عن اضطراب التأخر العقلي عن طريق اختبار اسمه اختبار الذكاء. تمام. تنقول هذا الاختبار شلون عم يصير، من عم يقوم بتنفيذه، ولأي مدى عم يساعد؟
تمام. بالنسبة لاختبار الذكاء، طبعا الأخصائيين النفسيين، الأشخاص المسؤولين عن الجانب النفسي أو الشق النفسي، أخصائيين نفسيين أو الاجتماعيين أو حتى الطبيب النفسي، هو مسؤول عن هذا الاختبار. بالنسبة لاختبار الذكاء، ممكن يدور بذهننا أنه هو رقم، يعني شلون عم نعمل مثلا نحن تحليل للدم يطلع لي نسبة مئوية، هذا هو اختبار الذكاء، صنفنا الطفل يا أما ذكي يا أما غبي. طبعا هذا مفهوم خاطئ عن اختبار الذكاء. اختبار الذكاء يتم من خلاله قياس 4 محاور للطفل، اللي هن الاستدلال اللفظي والاستدلال الكمي بالإضافة للاستدلال المنطقي وذاكرة الطفل. يتم خلال 4 محاور هدول قياس مجموعة من المهارات. الاستدلال اللفظي في عندي مجموعة من المهارات يتم قياسها، تمام، لحتى أنا أقول إن الاستدلال اللفظي عنده سليم. عندي الاستدلال الكمي نفس الشيء، في عنا مجموعة من المهارات أنا أقيسها لحتى تعطيني رقم أو قيمة الاستدلال الكمي، وهيك على باقي الاختبارات. يعني نحن فينا نقول إنه كل اختبار من هالاختبارات يتشعب لمجموعة من المهارات يتم قياسها ضمن هذا الاختبار. تمام. أيضا فاتن، إذا بدنا نحكي عن العلاقة، إيش هي العلاقة بين صعوبة التعلم والتأخر العقلي؟ نحن حكينا أنه في عنا الاختبارات 4 اللي نتبعها، نعم، أو يتبعها الأخصائي النفسي أو الأخصائيين النفسيين أو الطبيب النفسي لحتى يكتشف معدل أو الرينج لاختبار الذكاء، الرينج الطبيعي. طبعاً إحنا في عنا أرقام، الرقم طبعاً الاختبار بعد ما يعمله الأخصائي، إذا طلع الرقم بين 90 لـ110 هذا الرقم يعتبر المستوى الطبيعي للذكاء، لما تنبسط على حالة وتكيف أنه خلص الطفل عندي ذكي أو هو شخص طبيعي ما فيه شيء. هون كمان بدنا ننتبه لنقطة، أنه من 90 لـ110 نحن اتفقنا أنه بكل اختبار من الاختبارات عم يتم قياس مجموعة من المهارات، كل مهارة في عليها علامة. طيب أنا من 90 لـ110 بدي أشوف كل مهارة من المهارات اللي أنا قصتها إيش قد أخذت علامات. يعني بيجوز هو كرقم 110 رقم كتير كويس، لكن لما أنا أجيت وحللته وفصلته العلامات شفته أنه بالمهارات الاجتماعية الطفل عنده مشكلة، أو بالذاكرة العلامة راحت له باختبار الذاكرة. فهون نحن لما نهمل التفاصيل، لما نهمل نشوف تفصيل العلامات تفصيل الدرجات، هون رح يصير في عنا انه نحن ما رح نشتغل على هاي النقطة، تمام. ولنفترض الطفل طلع التقييم تبعه 100، بس بالاختبارات اختبار تفصيل العلامات شفنا انه في عنده بالذاكرة ضعف، العلامة هاي يمكن ما أثرت كتير على المعدل النهائي كون باقي الدرجات هي عالية، ولكن في عنده مشكلة. إذا هاي المشكلة ما تعالجت ممكن أي تتحول لصعوبة بالتعلم. الرينج بين 90 لـ80 ونحن نازلين هون يصير في عنا مشاكل بالتعلم عند الطفل. تحت 80 لـ70 راح نقول إنه الطفل هو بطيء التعلم. الرينج من 70 ونحن نازلين لـ60 هذا هو الذكاء الحدي. هون الذكاء الحدي الطفل إذا ما انشغل عليه راح يصير في عندي أحد درجات التخلف العقلي. التخلف العقلي ممكن يكون بسيط لو ما أشتغل عليه، وراح يتحول لمتوسط، ومن ثم راح يصير تخلف عقلي شديد في المراحل الأخيرة. نحن حكينا للمعدل ونحن نازلين. طيب إذا حكينا على الرينج أو على المعدل ونحن طالعين فوق 110، الطبيعي اتفقنا أنه هو من 90 لـ110. من 110 لـ120 هون الطفل نقول أنه هو طفل متفوق، فوق 120 هو طفل موهوب، فوق 130 هو طفل عبقري. فضروري نحن لحتى نحدد مهارات الطفل ونشتغل عليها ضروري نحدد هذا الرينج. تماما نفس الامتحان، طفل رايح للامتحان جاب علامة 9.5، منطقيا هي علامة كويسة تماما، بل جيدة جدا، ولكن أنا لازم أعرف نص علامة هاي بجوز راح ربع علامة على السؤال الأول وربع علامة على السؤال الثاني. إذا أنا ما اكتشفت خطأي بهاي المرة ممكن المرة الجاي أقع بنفس الخطأ. فتماما نفس الآلية على الطفل، نحن لازم نعرف أين هن الدرجات اللي عم يكون فيها النقص وأين هن الدرجات اللي عم تكون تماما درجات عالية. نعم أكيد فاتن. كمان رح نتابع أيضا بهالمعوقات، لكن بعد ما نرجع مشاهدي سبولو تي في من البريك، ضلوا معنا. مم.
مشاهدي سبورة تي في، بعد البريك رجعنا لحتى نكمل نحن وانتن بالاضطرابات اللي ذكرناها بالمحور الاول والثاني. فاتن حكينا عن المعوقات والاضطرابات، وصلنا لاضطراب التوحد. تنقول ايش هن الاعراض يلي عم تظهر على الطفل ويعرفوا انه هذا مصابه بالتوحد؟ حقيقة سبرسا التوحد في 4 مناطق عند الطفل تكون مصابة لحتى أقول أنه الطفل مصاب بالتوحد. بداية طبعا سبب الإصابة باضطراب التوحد ممكن تكون سبب يعني في خلال فترة الحمل، ممكن يكون أثناء الولادة كانت ولادة عسرة أو نقص الأكسجين عند الولادة وإلى آخره. ما بدنا نفوت بتفاصيل عميقة أكثر. بالنسبة للمناطق المصابة عند للطفل المصاب بالتوحد، النقطة الأولى هي التواصل الاجتماعي. الطفل المصاب بالتوحد ما عنده تواصل اجتماعي، التواصل البصري مو قادر يحط عينه بعينك، عنده تواصل بصري ضعيف، مو قادر هذا الطفل لا يعمل علاقات مع الأطفال، لا يقدر يشارك الأطفال الألعاب لأنه هو مو قادر بالأصل على أنه يتواصل معهم اجتماعيا. النقطة الثانية أو المنطقة الثانية المصابة عند الطفل هي اللغة أو النمو اللغوي عند الطفل. الطفل المصاب بالتوحد هو طفل غير قادر أنه يألف جملة، حتى إذا نطق كلمات الكلمات ما تدل على مدلول، ما لها معنى. تشوفي يعني الطفل المصاب بالتوحد مو قادر أنه لما يرجع من المدرسة أو من الروضة يفتح حوار مع أمه، مو قادر أنه يخبره إيش صار معه بالمدرسة. فلازم نحن ننتبه كتير كويس على لغة الطفل، هل هي لغة حوارية؟ طبعا هون التواصل الفعال بين الأم والطفل تكشف هاي النقطة، أن الطفل ما عم يحكي كلمات ذات معنى، مو قادر يألف جملة مفيدة، مو قادر يعمل حوار، مو قادر ياخذ ويعطي ابدا. النقطة الثالثة هي السلوكيات الشاذة. اول ما الام تحس او تكتشف انه الطفل عنده مشكلة قبل ما نشخص انه او ندخل بانه تشخيص وتوحد او لا، انه الابن عنده سلوكيات شاذة، عنده سلوكيات غريبة، طفلي غريب، طفلي مو يشبه باقي الاطفال. حقيقة في سلوكيات كتير شاذة عند الطفل المصاب بالتوحد ضروري نحن نكون واعيين فيها، مثل الحركات التكرارية اللي هي الرفرفة. يضل طفل التوحد يعمل الحركة هاي، ممكن الطفل الطبيعي كمان بحالات الفرح يعمل هاي الحركة ولكن هي مرة أو مرتين، ولكن عند طفل التوحد هي حركات تكرارية. بالإضافة تشوفين الطفل المصاب بالتوحد على سبيل المثال مولع بشيء له علاقة بالدوائر، يمسك قلم يرسم دائرة، يحط إيده بالرمل يرسم دائرة، تشوفي يتصفهم بالمروحة وهي عم تدور على شكل دائري. ونفس الشيء العجلات، عجلات السيارة أو عجلات البسكليت، وعنده اتجاهات معينة لحركة الرقبة وحركة الرأس. فهدول الحركات أو السلوكيات ضروري جدا أنه الأم تنتبه وتراقب الطفل إذا عنده شيء من هاي السلوكيات أم لا. بالإضافة للإدراك الحسي، المنطقة الرابعة المصابة عند الطفل المصاب باضطراب التوحد هي الإدراك الحسي. الإدراك الحسي عند طفل التوحد يا أما يكون مرتفع كتير يا أما منخفض. يعني مثلا طفل التوحد قبل ما يأكل يشم ويتذوق قبل ما يأكل الأكلة على سبيل المثال. عنده حساسية عالية للأصوات، يعني شوفي ممكن يكون قاعدين بجمعة عادية يبلش يحط إيده على أذانه ويبلش يصرخ، تمام؟ بالإضافة إنه غير إنه حساسية عالية للأصوات، في عنده ممكن حساسية منخفضة لللمس، ممكن يحط إيده على شيء سخن على سبيل المثال هو مو يحس، ممكن نشوفه إنه يقع كتير على الأرض ويرجع يقع، لأنه إحساسه بالأرض أو إحساسه بالشيء اللي هو عم يلمسه هو إحساس ضعيف، لهيك يرجع يقع أكثر من مرة وما عنده مشكلة يرجع يمد الشيء السخن بدون ما يتأثر. حكينا كمان على حساسية الأصوات، أنه عنده حساسية عالية تجاه الأصوات ويبلش يعمل حركات أنه يحط إيده على إذنه. ممكن كمان إذا أنت ناديتيه، هاي شائعة كتير أنه تنادي الطفل ما يرد عليكي، مو لأنه هو ما عم بيعيرك انتباه أو هو طفل عنيد، ممكن هو طفل مصاب باضطراب التوحد، هذا الشيء عم بيعيقه أنه يتواصل معك. المدركات السمعية عنده أو الإدراك السمعي فينا نقول عنده منخفض، مو قادر أنه يسمع هذا الصوت اللي أنت عم تناديه فيه. هيك نشبه الطفل المصاب باضطراب التوحد مثل كأنه شخص موجود بكرة زجاجية، لا هو قدران يوصل لنا ولا نحن قدرانين أنه نوصل له. نعم صحيح فاتن. الأعراض اللي ذكرتيها، هل لازم تكون مجتمعة كلها بالطفل حتى نقول إنه هو مصاب بالتوحد، ولا ممكن يكون في البعض منا موجودين؟
هلا بالنسبة للنقاط المصابة الأربعة عند إثبات الإصابة عند المناطق الأربعة نقول إنه هذا الطفل مصاب باضطراب التوحد. طبعاً اضطراب التوحد هو اضطراب تواصلي، لكن في بعض الأحيان ممكن نشوف التواصل الاجتماعي عند الطفل هو المصاب وباقي الأمور ما فيها شيء، أو ممكن نشوف الإدراك عنده، الإدراك الحسي عنده مصاب وباقي المناطق سليمة ما فيها شيء. فهون أو بهاي الحالة نقول الطفل عنده سمات توحد أو ما يسمى بطيف التوحد، فممكن تكون الأعراض كلها موجودة عند الطفل نفسه، ممكن يكون عرض أو عرضين أو ثلاثة. تمام. فاتن، كمان من ضمن الاضطرابات يلي حكينا عنه وصلنا للنقطة الأخيرة يلي هو اضطراب فرط النشاط. بعض الأهالي عم يقولوا أنه أولادنا مصابين بفرط النشاط من كتر ما هن حركين جلقين، هل الطفل المصاب أو الطفل اللي يكون كتير الحركة هو مصاب بفرط النشاط ولا ما العلاقة؟ للأمانة هذا المصطلح الشائع، إذا الطفل تشاغب شوي أو نطنط شوي نبلش نقول معه فرط نشاط، يعني يمكن هي صارت متداولة يعني هيك من سياق الحديث أو تعبير مجازي فينا نقول. ولكن اضطراب فرط النشاط وضعف التركيز والانتباه هو اضطراب يشمل على ثلاث محاور أساسية نحن لازم يكون عم نعرفها. إذا أثبتنا أنه هاي الأعراض أو وحدة من هاي الأعراض موجودة عند الطفل، إذا نقول أنه هو الطفل مصاب بفرط النشاط. لكن ممكن ما يكون مشاغب عادي، بكرة مع الوقت ممكن أنه يروق أو يهدى، ممكن الفئة العمرية أو ممكن الوسط المحيط عم يخليه ويتهجج. تمام؟ الطفل المصاب بفرط النشاط وضعف التركيز والانتباه اللي هو ADHD عنده ثلاث مشاكل ممكن احنا نشوفها. المشكله الاولى هي الثبات الحركي. الثبات الحركي انه الطفل المصاب بفرط النشاط مو قادر يبقى 5 دقائق قاعد، مو قادر يهدى 5 دقائق، مو قادر يتم اي عمل انت تعطيه، ما يقدر ينجز اي مهمه. انت وعم تشغلي التلفزيون بجوز هو عم يتفرج على التلفزيون على الافلام الكرتون، تمام، وعم يتنطط من مكان لمكان من ديوانة لديوانة، مو قادر يثبت بمحله. هذا نشوفه أكثر شيء أو نقدر نقيسه بالأماكن الضيقة، خاصة الطفل اللي عم بيروح على الروضة، المكان الضيق هذا دائما نقيس فرط النشاط أنه بالأماكن الضيقة اللي الطفل ما يقدر فيها يتحرك، مثل الأوتوكار على سبيل المثال. هل الطفل حتى بالأوتوكار يتحرك؟ حتى بالأوتوكار ما قدران أنه يقعد ويثبت محله؟ هون لازم نبلش نشوف الأعراض، لازم تبلش تظهر. المشكلة الثانية هي صعوبة بالتركيز والانتباه. طبعاً شيء طبيعي إنه الطفل اللي يكون مصاب بفرط الحركة أحد الأعراض تظهر عنده إنه الطفل مو قادر يركز، مو قادر إنه ينتبه، عنده تشتت ذهني، عنده تأثر بالمسيرات الحركية. يعني إذا حدا قاعد جنبه وقع شيء منه رأساً يتشتت، رأساً يفقد الانتباه، يفقد السيطرة على التركيز. تمام؟ المشكلة الثالثة هي الاندفاعية. حقيقة المشكلة الاندفاعية مشكلة خطيرة نوعا ما، أنا بشوفها أنه كتير خرج أنه واحد يأخذها بعين الاعتبار، ومهم جدا أنه واحد يأخذها بعين الاعتبار، لأنه هي اندفاعية الطفل نحو السلوك الخطر. يعني ممكن الطفل يكون ماشي مع أمه بنص الشارع يترك إيد أمه ويهرب، ممكن يشغل الغاز يبلش النار يطلع وبلا ما يعرف الآثار والعواقب اللي رح تخلف، هذا اللي رح تسببها هذا السلوك اللي عم يعمله. فأو ينط من محل عالي أو يشوف عنده أغراض موجودين على الكنبة أو الموجودين على الترابيزة يجي يحملهم بدون ما يفكر حتى أنه تيقعوا منه أو هن تقال أو يفكر، أو عنده اندفاعية للسلوك الخطأ أو السلوك الخاطئ بدون ما يفكر بالعواقب، وللأسف يرجع يكرر. لهيك تشوفين الطفل اللي عنده فرط حركة واللي ظهرت عنده الاندفاعية يا متعطب يا متخيط يا مكسر يا مجبر، لأنه في عنده اندفاعية نحو الأمور الخطيرة. الاندفاعية بشكل خاص إذا ما تعالجت ممكن في بعض الأحيان تحتاج لعلاج دوائي، إذا ما تعالجت ممكن لما الطفل يكبر ويصير مراهق يصير في عنده اندفاعية لسلوك خطأ، يعني ممكن يستخدم المخدرات، ممكن الكحول إلى آخره، حتى التصرفات الخاطئة، حتى السلوكيات الخاطئة مثل السرقة على سبيل المثال، لأنه هو أصلاً غير مدرك بنتائج هذا السلوك اللي هو عم يعمله. نعم فاتن. فاتن، عرفنا معك إيش هن أعراض الشخص المصاب بفرط النشاط وكثير الحركة. بالنسبة لهذا الشيء هل عم يكون في آليات أو إيش هن آليات التدخل لهالأطفال؟
هلا بالنسبه اول شيء كمان بدنا ننوه على شغله، ممكن المشاكل اللي ذكرناها الثلاثه تظهر الثلاثه عند الطفل، وممكن يظهر عرض واحد او عرضين او ثلاثه. اجتماع العرض الاول مع العرض الثاني اللي هن فرط الحركه مع ضعف التركيز، هذا ممكن يسبب مشكله على الصعيد التعليمي. الطفل راح يقل قدراته التعليميه وما راح يقدر يركز. طبيعي الطفل دائما يضل متشتت ويضل منتبه للمسيرات الحركيه، ودائما باصغر تفاصيل هو يتشتت، طبيعي يكون في عنده مشكله بالتعليم. تمام، ممكن تظهر عنده الأعراض الثلاثة، لكن ظهور الاندفاعية عند الطفل بشكل خاص حتى لو كانت لحالة تتطلب العلاج، ضروري نشوف طبيب نفسي. آليات التدخل بالنسبة لاضطراب فرط الحركة، طبيعي جدا أنه نحن أول ما نشوف أي عرض من هدول الأعراض نلجأ للأخصائي لحتى هو يشخص الدرجة، هو يقيم الدرجة اللي وصل الطفل، يقيم مستوى أو درجة المشكلة وشو هو العلاج المناسب للطفل. تمام فاتن، بعد ما عرفنا أكثر وتوسعنا بالاضطراب باضطراب فرط النشاط، هل هذا الاضطراب له تأثير نفسي وجسدي على الطفل أم لا؟ أكيد سبرسا، بالنسبة للتأثير على الصعيد النفسي، الاضطراب فرط الحركة وضعف التركيز والانتباه يؤثر على الطفل من الناحية النفسية، ممكن يصير في عنده انسحاب اجتماعي، يصير عنده خجل، قلة التواصل مع الآخرين، ضعف الثقة بالنفس. هذا الشيء من التصرفات أو من السلوكيات فينا نقول اللي هو عم يتصرفها. بالإضافة إلى أنه ذكرتي الجانب الجسدي، هلأ أنا فيني أسميها اضطرابات أو أعراض، عفواً، أعراض نفس جسمية، يعني هي أعراض ما لها أي منشأ عضوي. هي شعور مثلاً بالصداع، إيده تجعه، بطنه تجعه، عنده رغبة بالترجيع، رغبة بالتقيؤ. هدول الأعراض كلها تظهر على الطفل ولكن ما لها منشأ عضوي، ما في منشأ جسدي عند هذا الطفل لحتى يشتكي من هاي الشكوى، لكن نتيجة الضغط اللي عم يتطبق على الطفل بالبيت وبالمدرسة عم تشكل له هاي الأعراض اللي حكينا عليها، هي نفس جسمية. نعم فاتن، بعد ما وصلنا لختام المحور الثالث وختام حلقتنا أيضا لليوم، إيش هن التوصيات يلي تحبي تقدميها لكل الأهالي حول موضوع الاضطرابات السلوكية والنمائية للأطفال؟ تمام، بداية التوصية الأولى فينا نقول، أو بدي أسلط الضوء على نقطة، أنه نحن ما عم نعالج ولا عم نشخص، نحن فقط عم ننشر الوعي بالأعراض، ولكن نترك مهمة التشخيص لو سمحتن للأخصائي النفسي، للطبيب النفسي، هو يقدر الوضع ويحدد نوع العلاج، هو يتكفل بسلسلة العلاج كاملة. نرجع ونأكد أنه أنا أي معلومة أقرأها عبر الإنترنت حلو أنه أتثقف، ولكن ما أطبق أي وسيلة علاجية على الطفل إذا أنا ما استشرت الأخصائي النفسي أو الطبيب النفسي. جارتي هيك حكت، قريت معلومة على اليوتيوب، سمعت الأنسة الفلانية هيك قالت، إلا في حالة إذا كانت الأم هي أخصائية نفسية. تمام، في هاي الحالة نحن إذا هي أخصائية نفسية أو طبيبة نفسية ممكن تستعين بالطبيب النفسي كمان يساعدها ويدعمها، لأنه هي كأم ممكن تكون بحاجة لدعم، يعني نحن نقدر أكيد مشاعر الأمومة عندها. بالإضافة أي اضطراب من الاضطرابات وأي مشكلة إن كانت سلوكية مهما كانت كبيرة أو صغيرة، العلاج عند الطبيب أو الأخصائي غير كامل إذا ما تمت المتابعة من قبل الأم، المتابعة مع الأخصائي النفسي أو الطبيب النفسي. لأنه الأم مو يعني أنه أنا إذا حطيت ابني عند الطبيب أو تلقى علاج عنده خلص أنا هاي الساعة بس هاي العلاج، لا، في كتير أمور تبعية لهذا الموضوع أنت لازم تقومي فيها كأم لحتى الطفل يتعالج. طبعاً، نعم. طبعاً يتعالج الطفل بشكل كامل متكامل. بالإضافة للنقطة الكتير مهمة وكتير حابة أسلط الضوء عليها لأمهاتنا العزيزات اللي للأسف ما بعرف عم بيشوفوا الأعراض وعم ينكروا أنه الطفل يمكن يكون عنده مشكلة أو لا. نحن خجلنا من الطفل أو عدم تقبلنا أن الطفل عنده مشكلة، هذا رح يسوي المشكلة مضاعفة أكثر. تأجيلك للمشكلة أو تأجيلك لمرحلة العلاج رح يكسبك وقت إضافي، رح يأخر عملية العلاج النفسي. نحن ما نتصور أصلاً العلاج النفسي هو بيوم ويومين ينحل، بدنا طولة بال. العلاج النفسي مو بجلسة ولا بجلستين، طبعاً تختلف هاي حسب شدة الاضطرابات الموجودة عند الطفل، ولكن أنا مو من أول جلسة أتوقع أنه أشوف النتيجة عشان ما يصير عندي إحباط أنه أنا من أول جلسة لازم أشوف الطفل تحسن. أكيد لا،
العلاج النفسي بده طولة بال، وكل ما أنت تأخرتي كل ما طولتي فترة العلاج. كل أم تلاحظ على طفلة أي سلوكيات غريبة، أي سلوكيات من اللي إحنا ذكرناهن، من فضلة هي تراجع الطبيب، لأنه التأخير بهذا الموضوع رح يكلفها عناء، لأنه كل ما تأخرت الحالة وتقدمت وتفاقمت مع الطفل رح يكلفها هي كمان عناء بالبيت، ناهيك عن التكاليف المادية. نعم أكيد فاتن، نتمنى من كل الأمهات أنه ينتبهوا على الأولاد ويعملوا بكل التوصيات اللي أنت ذكرتيها خلال الحلقة. أرجع أقول كي شكرا كثير لوجودك معنا اليوم ولكل النقاط المهمة اللي حكينا فيها. تسلمي، شكرا كثير، ونتمنى أكيد الصحة والسلامة لأمهاتنا العزيزات ولكل الأطفال. أكيد تودي ساقي. مشاهدي سوبرو تي في، وصلنا لختام حلقتنا، الحلقة الثانية من برنامجنا المساحة الآمنة. حكينا عن الاضطرابات السلوكية والنمائية للأطفال، وعرفنا شلون الطفل عم يكتسب هاي المهارات وإيش هن المعوقات يلي تعيق اكتسابه لهاي المهارات، ونقاط كتار ذكرناها. أكيد مكملين معكم بحلقاتنا الـ 12 حلقة اللي ذكرناها ببداية البرنامج. فوشون بشلوم.